الرحيم، تنشكر الحاضرين وتنشكر هاد الناس هذول اللي جيت. في حقيقة تفاجأت، ناس في مستوى، ناس بوا الخير لهذه المدينة، ناس بوا الخير لهذه البلاد وهذه الجمعية هذه اللي في الحقيقة أنا جيت لقيت ناس من الحومة عندي وطني في الجمعية، وأنا كما في راسي يعني الجمعية عندها فروع، يعني تنحسبها مؤسسة. كنت يتعامل مع السي محمد بن بلا، كنفرش لهم الأرضية، كان يتعامل معاهم مزيان. أنا فاش شفتو يتعامل معاهم، فاش عاودوا جاو عندي أنا وليت بادرت البادرة وجيت لقيتهم حطوا بلون اللي في الحقيقه فيه الدياليز، فيه السرطان، فيه جميع الاعمال اللي يمكن يديروا المنتخبين، يمكن ديروا السلطات، شادين هما بزمام الامور. وحنا بهذه الجمعيات اللي بغينا، اللي بغوا الخير للمدينه، اللي ما بغوش الخير ماشي جمعيات ديال العيشي عيشي، جمعيات اللي بغوا يعاونوا، لانه المجتمع، لانه الجمعيات المجتمع المدني شريك اساسي في التنميه. هذا الخطاب تاع سيدنا الله ينصره، وتنشكروا الجميع. وحنا راه مجندين مع هذه الجمعيه هذه، تزيد لقدام ان شاء الله. وتحياتي لكم.